metabolism of ammonia and H3. طبعا قلنا في البداية هل الأمونيا مفيدة للجسم؟ استخدمها الجسم في بناء الـ DNA والـ RNA والكثير من المركبات النيتروجينية، لكن بكميات قليلة. استخدمها في العديد من المركبات اللي بتحتوي على نيتروجين، بتفيد مفيدة، لكن لو زادت عن حدها بتسبب لي مضاعفات كتيرة حندرسها في هذا الشابتر بالتفصيل، ويجب التخلص منها اما عن طريق الاكسكريشن بالكدني عن طريق الان اتش 4 زي ما حكينا، او بنحولها ليوريا. مش قلنا النيتروجين الاولى من اليوريا هي فري امونيا، والنيتروجين الثانية من الاسبارتيك اسيد اللي هو اصلا جلوتاميك اسيد اللي هي اصلا تجميع الامينو اسيد الاكسس امينو اسيد. طيب الان في هذا الشابتر الامونيا وين بتم تصنيعها؟ زي ما حكينا او زي ما هو موجود produced by all tissue في الميتابوليزم، في تحطيم المواد اللي بتحتوي على نيتروجين، وفي تصنيع اليوريا في الكبد. اذا كل التشوش ممكن تخرج لأمونيا، والليفر عندما تتخلص من الامينو اسيد عندما يكون الهومش دور في الجسم ممكن تطلع لي أمونيا. طيب هذه الأمونيا الكثيرة اللي طلعت من معظم التشوش ومن الكبد، هل مفروض تضل نسبة تركيزها العالية؟ لا، قلنا اول شيء الكدني بتطلعها بنسبة 10% على هيئة NH4، و90% الباقي لازم تتحول ليوريا عشان تقل نسبتها، وإلا هتعمل لي برين توكسيسيتي وممكن ديث، لانها لو عليت زيادة شوية بتصير الحالة اسمها هايبر امينوميا، وهذه الحالة توكسيك للسنترال نيرفس سيستم وممكن تؤدي للوفاة. لذلك يجب تخفيض مستوى الأمونيا في البريفرال تيشو والسيركولاتوري سيستم للبلد، والتخلص منها على هيئة يوريا. طب لو في مرض في الكبد قلنا مش هيتم التخلص منها، وهايبر أمونوميا ممكن تؤدي للوفاة. إذا مريض الكبد ممكن يؤدي للوفاة من زيادة الأمونيا وعدم تحويلها ليوريا والوفاة بسبب مرض في الكبد، بس يكون مرض شديد يعني انه الكبد ما بتشتغلش نهائيا. فلازم الجسم دايما يحافظ على مستوى قليل من الامونيا عن طريق تحويلها ليوريا واخراجها عبر البول او اكسكريشن بالان اتش 4. السورسز اوف امونيا، الان مصادرها، اول مصدر من الجلوتامين، مش الجلوتامين امينو اسيد، هو الجلوتاميت عليه ان اتش 2. هذا الجلوتامين هو حامل للأمونيا او مخزن لها، اما اكلنا اكل او لمت الجلوتاميت في الطريق الرابع. مش قلنا الجلوتاميت هي بتلمل النيتروجين من الجسم الزايد وحولته لجلوتامين. اذا اما اكلنا اكل هو طبعا نون اسينشال امينو اسيد وجسمنا قادر يصنعه من تجميع الامونيا على الجلوتاميت، او اكلناه يا بناكله يا بصنعه الجسم. اذا هو زي قنبله موقوته بالامونيا الجلوتامين. وممكن كذلك البكتيريا الفلورا، مش قلنا شويه يوريا بيطلعوا مع البايل والفلورا بتكسرهم لامونيا، هذه توكسيك. لو عندي مرض كدني فيلر او ليفر فيلر وبديش ازود الامونيا ممكن اقتل الفلورا بالنيومايسين، بس الفلورا مفيدة جدا في هضم مواد اخرى، يعني لازم يكون بحرص شديد وتحت اشراف اطباء. عن طريق طبعا قلنا الفلورا عن طريق البكتيريا اليورياز اللي في داخلها بديني امونيا. من المركبات
المصدر الثالث للأمونيا من المركبات الأمينية from amines hormones and neurotransmitters. تديني أمونيا بالأمينو أسيد أوكسيديز في كتير. كذلك من البيورين والبيريميدين نشيهم الناس في أن يا إما دبل بوند أن أو يا إما ساتوريتد أو للرابطة سيجما أو باي. كل هدول النيتروجينات هيتحولوا إلى أمونيا. الآن زي ما قلنا الجلوتامين زي قنبلة موقوتة بالأمونيا. بالجلوتامينيز بيفقد عن طريق في وجود الووتر الان اتش 3 بتحول الجلوتاميت، هي زود لي الامونيا في الجسم. وعند لو بدنا نصنعه او الجلوتاميت تاخد على سطح الامونيا بتحتاج اي تي بي. قلنا دايما التصنيع بده طاقة، التصنيع يحتاج طاقة اعلى من التكسير. احتاجنا في تصنيع اي تي بي وان اتش 3 ولما على سطح والله احتاجناها بناخدها في تصنيع اي حاجة، ما احتاجناهاش لازم نكسره هو ويتحول هو لجلوتاميت ونكسر الجلوتاميت وتتحول لالفا كيتو جلوتيريت وتدي للاسبارتيك اسيد الامين بتاعتها للاوكزالو اسيتيت تتحول اسبارتيك اسيد وتدخل في اليوريا سايكل او يحصل اكسكريشن مباشرة في الترانسبورت اوف امونيا عبر الدم. اول طريق هي فري امونيا وبتصل للكلى وبتفرزها 10% بس من نسبة الامونيا. الطريقة الثانية اليوريا من الليفر لما يصل للكدني لانها بولر وبالتالي بتنشف عبر الدم حتى وصولها الى الكدني وبتخرج عن طريق الكدني. لو كدني فانكشن تعبانة هتعلى في الدم وهتقل في البول. لو الليفر تعبانة هتقل اليوريا في الدم وهتزيد الامونيا وبالتالي هتعمل لي هايبر امونيا. نمرة 2 عن طريق الجلوتامين. الان خلينا نكمل الميتابوليزم. لو الدايت اكلنا جلوتامين او البادي بروتين اكلنا جلوتامين بحول لي الفا امينو اسيد. الامينو اسيد بتفقد الامين بتاعتها على الالفا كيتو اسيد وبتحول هي الامينو اسيد تتحول لالفا كيتو اسيد وبتحول للالفا كيتو جلوتيريت لجلوتامين عن طريق ناد بي اتش في السينثيس. الجلوتاميت لو لقى الان اتش 3 كتيره في الدم بلومها على سطحه عن طريق الاي تي بي وان اتش 3 والجلوتامين سينثيز حتى يعطيني جلوتامين. اذا الجلوتامين هو تجميع على الامونيا وهي الطريقة الرابعة لوضع الامونيا على سطح الجلوتامين. الان الجسم بده شيئا بروح مكسرها بالجلوتامينيز لجلوتاميت وان اتش 3 بتطلع اما من الكدني ان اتش 4 مباشرة على اليورين او تدخل في اليوريا سايكل عن طريق كارباميل فوسفيت سينثيز وديني كارباميل فوسفيت وممكن تدخل في السينثيتيك رياكشن كذلك. هذا مخطط بسيط. الان الهايبر امونيوميا هل هو زيادة الامونيا في الدم دليل على ضعف الكبد ضعف اداء الكبد؟ اذا في عندي الهباتيك يوريا بتكونش متكونة وهذا دليل عدم تكون اليوريا هي مباشرة تعطيني انديكيشن انه هايبر امونيوميا. طبعا بديش الارقام مش مطلوبة منكم لكن زيادتها بتدي انه الكبد فيها خلل او انت ماخد كل اكلك مثلا جبنا الصفرة هذه زي جبنا كيه مثلا تحتوي على مجموعات امونيا ازود جرامين ازود من الجبنة العادية وبتزود تصنيع نيورو ترانسميتر زي الادرينالين او غيره تعلي الضغط. طيب
زيادة الأمونيا إما جينيتك أو بسبب ليفر ديزيز. الأمونيا هنا معدلها الطبيعي بتكون من 5 إلى 35، قلنا بدناش الحمل. قولكوا قديش بتعلى عن مثالة؟ المفروض مثلا واحد بيقول 50 70، لا بتعلى لألف مايكرومول برليتر. إذا بتعلى حوالي 50 ضعف. إذا علو الأمونيا والله ما زادتش شوية أو زادت ضعف واحد، بتزيد 50 ضعف كامل. طبعا الهايبر أمونوميا هذه حالة إمرجنسي لأنه ممكن تؤدي للوفاة. حتى قلنا كانوا يفوقوا المرضى زمان المغمى عليهم بالنشادر، حاليا بطلوها، صار بالأبسوليوت الكحول، كحول مركز أو ريحة قوية نفاذة ممكن تصحي. كانوا زمان حتى في البصر يصحي، لأنه بتسبب لي برين توكسيسيتي فبطلوا يستعملوها. هي دايركت نيورو توكسيك افكت لسي ان اس الامونيا. اذا elevated concentration of ammonia in the blood، علو الامونيا بيسبب لي امونيا انتوكسيكيشن. تشمل تريمرز. ايش تريمرز؟ رعشات بالايدين، slurring of speech، كلام مبعثر غير مفهوم لانه مش قادر يركز، البرين بيكون تعبان، somnolence، vomiting، vomiting اللي هي قيء وعدم توازن، somnolence، سيربرال اوديما، تورم للدماغ، الدماغ بيصير فيه اوديما، بلارينج فيجن، الرؤية بتصير عليها غباشة وغير واضحة. في الحالات الاصعب هذه، في الحالات الخفيفة النص نص او ممكن كونفالجنس كمان، بتأدي لكوما وديث، غيبوبة ممكن يقعد فيها يوم، ممكن اسبوع، ممكن سنة، وبعدها بتبعها ديث في الحالات الصعبة. طيب ايش اللي بيسبب لي الهايبر امينوميا؟ حكينا الكبد اكويرد هايبر امينوميا. ايش اكويرد؟ مكتسبة، يعني حالة ما كانتش وراثية، حالة الانسان اصابه مرض اجته هذه الحالة. اول حاجة الليفر ديزيز، طبعا الهايبر امينوميا بتصيب الأضل في الهيباتيتس A و B و C و D و E، بس يكون شديد. ال A طبعا اسبوع بروح مع اكل الكربوهيدرات ومع التقليل من الدهون اقل شيء. هيباتوتوكسين كذلك، الالكحول، المدمنين على الخمور بتؤدي الى سيروسيس، لتشمع الكبد، وبالتالي بتشتغلش ولا وظيفه، بتحولش الامونيا ليوريا، تعلى الامونيا بيحصل توكسيفيكيشن، بيعلى الدم بيتحولش ليوريا كله امونيا وبتعلى. قلنا بنساعد بما انه الفلورا بتاعت الانتستين بتصنع من اليوريا امونيا، ممكن ندي شويه مضاد حيوي عشان يقللوها. طيب في علاجات اخرى. الان في عندي حالة وراثية congenital hyperammonemia بسبب genetic deficiency، اليوريا سايكل نفسها مش شغالة كويس في الليفر بسبب فقد تام او deficiency، قلة بعض الانزيمات. طيب هذه الحالة هل هي قليلة؟ لا، اتصوروا انه كل واحد 25,000 طفل بتصيبه هذه الحالة congenital hyperammonemia، طبعا ممكن يموت فيها الا لو كان الاطباء صحيين لهذه الحالة او في تاريخ للعائلة فعرفوا اطفالهم بيموتوا ليش، ادركوا السبب، ومن السبب هذا انتبهوا على انه في خلل في اليوريا. طبعا نقص الانزيمات من انزيمات اليوريا سايكل، منها اللي هو اورنيثين ترانس كاربامايليز ديفيشنسي اكسلينك او ارجينين ديفيشنسي. اكسلينك يعني محمول على الاكس، يعني الامهات هي اللي بتعطيه للابناء بتورث. طيب في عندي ماده، مش قلنا
جلوتامين هو زي قنبلة موقوتة حاملة أمونيا. طيب الجلوتامين لو أخذ، لو الجسم مش محتاجه هيكسر الأمونيا والجلوتاميت، والجلوتاميت الألفا كيتو جلوتاريت وأمونيا، لو الجسم مش محتاجه هيعلوا لي نسبة الأمونيا. لا، أنا بربط الجلوتاميني بمادة اللي هي فينال بيوتاريت، بديني مادة جديدة فينال أسيتايل جلوتامين تطلع عن طريق اليورين وبتخلص من الجلوتامين. إذا في هذه الحالات هل الجلوتامين بيكون مفيد؟ لا، لازم أقل شيء. طبعا بقدرش أعمله ريستريكشن تماما. إيش ريستريكشن؟ يعني منع من الوجبات الغذائية، لأنه الجسم بيحتاج، الجسم قادر يصنعه، فبعمل له ريستريكشن لأقصى شيء عشان ما يدهور ليش المرض. طبعا كل ما زود نسبته كل ما المرض ايش ماله يدهور. اذا البروتين بتحولش لأمينو أسيد، بتحولش لجلوتاميت، وبتاخد الان اتش 3 بتديني جلوتامين. الجلوتامين مع هذا اللي هو فينايل بيوتريت بديني فينايل أسيتايل جلوتامين وبيطلع عن طريق اليورين، بكون خففت الأمونيا. إذا بنعمل ريستريكشن فعلا للجلوتامين وبنستنى الجلوتامين اللي تكون من الجلوتاميت من داخل الجسم وبنتخلص منه، هذه بتخفف الحالة. لكن في عندي حالة، الحالة الوراثية الأساسية إنه الأمونيا باستمرار هتكون بزيادة، لأنه اليوريا سايكل مش شغالة 100%. يا بصلح الليفر تتصلح، لو ما تصلحتش عن طريق زراعة كبد او غيره حيضل عاني مدى الحياة، وحيضل في نقص من الجلوتامين اللي الداخلي، وحيأثر على بروتينات كتير، وحيأدي لأمراض اخرى، ممكن يؤدي لوفاة الطفل في النهاية، او يمشي لو يكون ديفيشنس قليل في الانزيمات، يعني تعمل يوريا بس مش بالكامل، بتمشي شوية مع اللي هو الفينال بيوتريت او فينال اسيتيت اي مادة مع الجلوتامين، وبنتخلص منه بضل الطفل عايش وبمارس مهام. يعطيكم الف عافية.